بداية بعد أن انتهت، كيف تراقبون وتابعتم المباحثات حول النزاع الدائر على الصحراء الغربية؟ أولا أنا أتحدى أي وسيلة إعلام، صحف، جرائد، تلفزيونات، أن تعطينا معلومة جديدة فيما حدث البارحة. أنت تعرف ما الذي حدث البارح؟ أنه إحنا قبل شهر كانت وسائل الإعلام تقول سيجتمع الوفد المغربي بالصحراوي بمشاركة وفد من الجزائر وموريتانيا تحت الإشراف الأممي، هذه المعلومة السابقة. الآن هل تعرف ما الذي حدث؟ حذفت سين التسويف كما يسمى في العربية، وتبدل فعل الاجتماع من المضارع إلى الماضي فقط. بدل ما سيجتمع، طالعتنا صحف اليوم ووكالات اليوم أنه اجتمع في الماضي وفد جزائري بالوفد وفد مغربي بالوفد الصحراوي بمشاركة الوفدين المغربي والموريتاني تحت إشراف أممي. هذا ما حدث البارحة. علق عليه ربما بشيء من الاستهتار وزير الخارجية الجزائري، تعليقه الوحيد لما خرج من قاعة المؤتمرات قال لقد ضحكنا قليلا. يعني إذا كان وفدين متفاوضين ومعهم وفدين مراقبين وتحت الإشراف الأممي وفي جنيف من أجل أن تلتقوا فتضحكوا، فيعني هذا اختزال لكل مصائب قضايانا المحورية في الأمة الإسلامية، أنها أصبحت مسار ضحك، وأن من يمثلون يجتمع لكي يضحك على قضايانا فقط. هذا ما حدث البارحة.